كنتسنى غير النهار اللي غادي نحلها فيه. موعدونا اختي الشهر الجاي نهار 1 في شهر 7 غادي ندوزو اختي نحلوها. غادي تكون هذه اخر فلوس غادي نحط في الطويصه ديالي. المهم هنايا 200 الاورو غادي نحطها من الصالير ديالي الكبيده ديالي من الصالير ديالي. ما عارفين انا راه خدمت هذا الشهر في الفلوزين ديالي الحمد لله. حتى لي كونجي اللي كنت كنسالهم خلصوهم ليا كلشي. هو هذاك اخر فلوس غادي نحطها اختي في الطويصه. دابا شفت بزاف الناس كيقولوا لي والله حتى عارفه شحال فيها. اقسم بالله ما عارفه شحال فيها. ويلا تيقي ولا كاع لا تيقي. مي هاد المره هذه انا ما كنبغيش دايره بالي ماشي ما دايرهش كنقول شحال تكون ولكن والله ما عقله وما كنقيدش. زعما المره الجايه واقيلا غادي ناخذ من شيئين هذيك شكل بزاف البنات خادوها داك اللي كتكون مربعه وكيكونوا فيها مثلا كديري تحدي ديال مليون ديال مليون ونص ديال جوج المليون. كاينه ديال 500 الاورو لحتي 50 5 اورو كتجي كتكروشي على 5 اورو لحتي 10 اورو كتجي تكروشي عليها لحتي 50 اورو كتكروشي عليها. يعني كتكوني عارفه شحال عندك كتيكونوميزي بها بزاف صراحه. اقسم بالله انا كنحيدها من لا انا ولا الزوج ديالي من المصروف ديال الشهر. كتشد مثلا 50 اورو 80 اورو كنكونوا دايرين انا وراجلي واحد القدر. كاين اللي كيقولي لي لا وراك كتخلصي بلاكار. دي فوا اختي كنخلص بلاكارت دي فوا كنخلص بليكيد. لاكارت كتدسرني انا لاكارت المزابيقه اللي ما تبقايش تهزيها والله انا كتدسرني لاكارت. ما ملي كيكون فلوس عارفه راسك مثلا مخرجه 50 اورو كتيكونوميزي عارفه راسك ما خاصكيش ديباسي 50 اورو. ما لاكارت كتقولي صافي هز 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 كتوصلي لاكيس كتلقاي 80 100 120 سا ديبون على حسب التقضيه. وكل شيء غلا يكذب عليكم الكذب قسما بالله. هنا في اوروبا شي 150 اورو كنا نجيبو بها شاريو عامر. دابا 150 اورو كتقولي اوليدي ياك ما ضحكوا عليا. بعض المرات كنقول لها عافاك بغي ما كناخذش التيكيت بزاف تيكي دو كيس. بعض المرات ويلي ويلي هادشي هذا كامل كتقولي بغيتي التيكي كنقول لها اه كنخ هو هذاك اختي داكشي اللي خديت. راه هاد الغلا اللي ولاو زادوا فيه كل حاجه زادوا فيها اورو علي زادوا فيها جوج اورو علي زادوا فيها 50 سنتيم. ايوا المهم اختي هادو هما فليساتي ان شاء الله اللي نعاون بهم في الباكونس. عارفيني راه اكثر من 6 شهور وانا كنجمع في هاد في هاد في هاد شنو سميتها الحصاله الربيع اختي اكثر من 6 شهور وانا كنجمع فيها. عارفه راسي ان شاء الله غادي نمشي باكونس. نحتاج المهم الباكونس كيبغي الصايع كذب عليكم الكادو. الفاكونس كيبغي الصايا والوليدات تبارك الله ثلاثه الوليدات بغينا نمشيو هنا بغينا نمشيو هنا كوميم نلقى بعداك باش ندور باش نتحرك واخا ما غاديش يكفاوك كاملين مي كتلقاي هكاك باش دوري باش تحركي. الله يستر ديما كنقول لك هذه ديما تكون تحت منك. الله يستر يجيك شي خبر ديال الموت تجيك شي حصله تجيك شي خبر على غفله شي عمليه ديال الوالدين في المغرب. ديما اختي خاص تكون عندك هذه. والخدمه المراه كويدة حبيبه ديالي خدمي ثم خدمي ثم خدمي. راه ما تنفعك اختي غير الخدمه ديالك. الراجل يعيا ما يعطيك. حنايا ليست قنوعات حنا العائلات ما كنقنعوش. عطاك اليوم 20 اورو غدا بعده السيمانه الجايه الشهر الجاي. كننصح اي سيده تنوض اختي تعري على اكتيفاتها ونوضي اختي تخدمي على راسك. عارفاني اختي راه مهاوشه ومضروبه على الكسكس ولا ما كلتوش اختي نهار الجمعه بحال كان عواج اختي انا السيمانه الاخرى كنت درتو بالخميس كانوا عندي الخدامه والجمعه ما كنتش درتو دونك والله الا بقات بلاصتو. المهم صافي رديت هنايا درت الحيمات مطيشه بصيله كما قلت لكم ماما غادي تتغدى معايا هذا النهار هذا. الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين يا ربي الحبيب. الله يشافيكم ويدير يديكم. كنتمنى اختي الدعوه معها بالشفاء العاجل الله يحفظكم. صافي درت هنايا حمام صاص اختي غادي ندير لكم هنايا دابا سيلفي مع اوني. عرفتي شحال ديال البواطات ديال السمن ديال السمن كاينين الزينات ديالي. انا نوريكم البواطات ولكن اختي ما غاديش نبدل داك البواطه غادي نخلي في داك البواطه اختي اللي صيفطات ليا عقوستي. المهم كبيدات ديالي بغيت نقول لكم الناس ديال بلجيكا الناس ديال بلجيكا راه عندكم كريمه ستور في هاد كوغا في هاد العنوان اللي كيبان لكم. الصراحه العطريه ديالها الطوب ديال الطوب عطريتها زوينه عطريتها ديال الدار مخدومه على اليد. اللي بغات تمشي عندها الناس ديال بلجيكا اللي بغاو يمشيو عند كريمه ستور الكوغا راها كاينه وجايبه لكم الجديد ديال العيد الكبير داري لكم لي باك ديال العيد الكبير. هانتوما كتشوفوا عطريتي كلها من عند كريمه المراكشيه. راكم غادي تلقاو رقم التليفون وتلقاو تيك توك ديالها حدا الاشتاغات كبيرة
السيدات ديالي، يعني خذوا قسما بالله خذوا العطريه بعويناتكم مغمضين، ديال الكسكسو، ديال اللحم المدغمر، ديال الدجاج المدغمر، ديال الطيحان المعمر، عرفتي جميع انواع مدخله داك الابزار بالسكنجبير والحامض. مهم عندها جميع انواع ديال العطريه، العطريه ديال الحوت، كل شيء تبارك الله عندها. بحال دابا انا درت هنايا شويه ديال عطريه اللحم وشويه ديال العطريه ديال الكسكسو، هكا مكتوبه العطريه ديال الكسكسو، واللي كيعجبك في الاخر ديالها في العطريه ديالها ديجا اونبالي، يعني ما تحتاجيش عاد تخويها في القراعي ولا شي حاجه، داك لي ساشي كيكونوا سخانين ومسدودين مزيان. صافي درت شويه زويته بلديه، زويته روميه، سمينه، خرقوم، سكنجبير، وشويه ديال البزار، ودرت شويه ديال العطريه ديال اللحم المدغمر وعطريه ديال الكسكسو. صافي هنايا كنت كنعمر الخرقوم، كانت سالا ليا القريعه تسالا وعمرته. صافي كنخلي داك اللحمه كتشحر مزيان مزيان، عادة باش كندوز كنمرق. انا كندير لي شو كيطيب ليا مع اللحم، علي شو شويه كيطيب كيشد شويه الطياب. صافي هنايا وغادي نخلي اللحمه طيبو وخلاص، راه الكسكسو حتى ما باقي، راكم عارفين والزينات ديالي. ايوا اختي ما شهيتك فواحد القصريه ديال الكسكسو، تجيت اختي تاكليها معايا هي خوتي، كتبان لك كنت هنا غير انا وماما وعبد الرحيم، يعني كنت غديت وقبل درت له خضيره ونعسو اختي. الكوزينه ولات اختي مظلمه عليا، والله الله لا يظلمها اختي على شي مسلم، لا لا يظلمها على شي واحد. صراحه الباب كان نافع، يعني دابا باقين كنتسناو، دابا اي حاجه كنمشيو للسيليه ندورو من اللور ولا ندخلو من الباب ديال الدار. ايوا اختي قدر الله ما شاء فعل. هنا كنت كنهضر مع ماما كنقول لها كولي سيدي. صافي هنا المزابي والحار، عاوتاني تعطيني ندوق داك الحاره، وانا ريح خويتي شحال حاره وشحال حاره، معذور اختي يموت هو على الحار في الكسكسو، ما عنديش زعما كناكل لهذا الحاره في الكسكسو، هو يبغي يحماق عليها. ولكن اخوتي جات واحد القصيريه معلكه وبنينه، انا ما كيعجبنيش الكسكسو اللي كيكون مساقين، انت كتاكليه والمياه حتى هو هذا، لا الكسكسو هو اللي يكون كما كيقولوها مزابي، يعني يكون ملابق مجموع معلك. ايوا اختي هادشي اللي كان، انا كناكل بيدي، ماما ما قداش تاكل بيديها، مع يديها مريض ما قداش تاكل بها، كتاكل بمعلقه. خلاص المزابي ديما كياكل بمعلقه، ما كيعرفش ياكل بيدو. شوفي اختي عذر لي هنايا واحد شويه والعافيه. النار اختي النار، انا شوفي حطيت الكيسان وخليت قرعه ديال اللبن محطوطه، راه هي كتبان لكم اللور محطوطه اللور. صافي اختي عاد كملت هاد القصريه وخمرت عليها، جبت حتى واحد النعسه. عرفتي اختي من بعد ما ضربت داك القصريه، ما نقولكش اختي راه غيبت غيبت بحالي. المهم كويدات ديالي غادي نكمل معاكم هنايا حويجات ديال شيئين، بخصوص هادو ديكورات ديال الدار. راك شتو اختي شنو نقول لكم، هذاك الفاز اختي راه بقى لي اختي في القلب، هو هذيك اللي بارطاجيت معاكم البارح داك الفراقه، ما شاء الله صراحه طوب ديال طوب. المهم غادي نزيد اختي نخويو هنايا اش كاين في المزيوج هنايا البنات، شوفوني اش واخديت. بالنسبه للمعالق ها هما كيبانيو لكم هنايا، هادو انا ديجا واخده منهم، واخده 6 6 6 دونك. رجعت دابا خديت منهم نفس السيري اللي كنت صوبت في الكوزينه، خديت منهم رجعت منهم، علاش؟ قلت اري ناخذ 12 حتى ليا، فهمتوا؟ ملي عمرتهم في البلاكارات في المجوره كل حاجه ديالها بانوا ليا ناقصين، فهمتي؟ جاو مقموعين، قلت لا لا غادي نزيد منهم هما. داك الموديل هذا خديت منهم حتى هما المعالق، ها هما غادي نحلهم باش نوريهم ليكم. هانتوما هما المعالقات واعرين، هما اللي كتشوفوني كنحط دائما دابا في الطبله، هانتوما فنين فنين. هادو البنات ما يتخشاوش ما يتخشاوش، كنأكد عليكم ما يتخشاوش في الماكينه ديال المعالق، غسليهم غير بيدك وخليهم ينشفوا. بالنسبه لكبيدات ديالي الكود برومو هو كيبان لكم، اللي انا كل ما تلقايهم في صندوق الوصف ابتداء من 29 اورو تقديه كينقصوا لكم 15%، درتي 69 راهم كينقصوا لك 20%. طبيعي الحال كيجيو 6 المعالق كبار، كيجيو 6 المعلقات صغار، كيجيو 6 الفراشط و 6 ديال المواس. انا قلت اختي ناخذ السيري فيه 12 ونخليه عندي نجي واك ديال كل شي حاجه تكون بعدا شي حويجه ديال الماكروجا. وستي هادو هادو حتى هما كتخديت منهم 6 كيعجبوني الصراحه، ورجعت دابا رجعت 6 ديالهم، دابا ولاو عندي 12 12، هاد 12 من هاد الكحلين وهادو رجعت. تشوفي ليا المواس كيجيو هكاك منقوشين، الزينات ديالي ها هما 6 ديال المواس، وكيجيو هنايا 6 ديال الفراشط ها هما شتيهم منقوشين من هنايا، وكيجيو 6 المعالق. كنأكد ليكم
هادو ما يتخشاوش، ما يتخشاوش في هذا، ما يتخشاوش لا فيسيل. وكيجيو فيهم 6 فريشطات صغار و 6 المعلقات صغار، ها هما الفريشطات بحال هادوك، ما فيهمش الفراشط، هادو فيهم الفريشطات صغار. هكا كتاكلي لي طاخت، المهم ملي كتكون اختي ديالك راه كتبغي تحطي تحمير في الوجه. انا البنات اللي كيسعفوني كيف ما دايره انا، واخده المعنات ديال الضياف ولا هكشي، انا نبغي نصاوب شي طبيله ليا والزوج ديالي، مهم يكون عندي كلشي، ما بقاش اختي نمشي ندق على فلانه وعلى فلتانه. هادشي رخيص في شي ان، كل مره ناخذ سيري ديال المعلقات، مثلا ناخذ هاد الشهر خديت سيري هذا نحيدو، الشهر الجاي ناخذ سيري واحد اخر، ناخذ طبيسلات زوينين، حوايج اللي تحمر لك وجهك. بالخصوص الانسان اللي خدام هنا في اوروبا، راه كاملين خدامين وكاملين زعما عارفين المداخل وعارفين كلشي. ما كيعجبنيش الانسان اللي كي، انا واحد الانسان هكا خاص رزقي اختي يبان عليا، هادشي اللي بغيت نوصل لك. الحمد لله. هنايا الزينه ديالي، شوفوا واش نخدم هذاك البريق هاك بيدات، ما جبتش الموس. اسلام اسلام انا اليوم ندير الموس دابا تسويت الموس، الموس بيت بيت، وما تجيبو على شهر. هنا اختي خديت كويسات صراحه ليا تلاشاو ليا مع هذا البريق، هذا البريق هذا راه خليت لكم اللين ديالو في هذا في الفيديو اللي قبل من هذا. نشوفو اختي معاكم هادو، شوفوا الحويجات اللي كتكون ديال الجاج كلها كتجي مباليه مزيان، هانتوما يعني ما تخافوش منهم. انت هاد البيجامه كبيده راه خديتها عام الاول من عند شيئين، لبس ورد، اقسم بالله العلي العظيم راه شحال من مره تصبنات، هانتوما الثوب ما كيتحبب ما حتى شي حاجه، هي وطويله مستوره هكاك من اللور. راه خذوهم هادو على حساب، والاثمنه ديالهم 18 اورو، وإلا درتي الكود برومو راه كيزيدو ينقصو لك. واش اختي انا غنبارطاجي معاك شي حاجه ما هياش، اخولي ليا واو اختي، لا 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 غادي نميق عليك اختي وغادي نمشي نشرب فيهم قهوه. شوفي لي طبيسلات هادو الصراحه لي طوندونس، شوفي لي قهوه هادي ديال ميني قهوه، راه ماشي لي طاس الكبار ديال القهوه وحليب، هادي معاك ضياف ولا شي حاجه تصاوبي لهم قهوه هنايا. هادو لي طوندونس صراحه، هاد الطباسل هادو واعر. انا خديت هادو بالطبيسلات ديالهم في نجلات بالكويسات ديالهم، كتحطيها كبيده هانتي بوجهك حمر شي واحد هكاك ليك ولا شي نهار شقات لك بغيتي تقادي طبيله، مهم خطيه لنا الزينات ديالي واعر والله حتى واعر. نرجعهم هنايا، هنا كبيدات هادي 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 خاصها المضاربي، ها هي فيها ديجا الورقه ديالها، هادشي ما كنبغيش نخليو هنايا كيرول ليا الدنيا. بخصوص هاد هادي فرشي، شنو هادشي هنا؟ هادي كبيدات ديالي، هذا واحد الديكور اللي كديري فيه الما. بغيتو صراحه هذا، هذه ما عرفتش فين كتكون، ما عرفتش هذه فين كتكون، فين هذه كتخدم بها نتوما بالضو، شفتوا وفيها الحجيرات ديالها هذه. تسناو عليا تينوض دابا المزابي هي قادها ليا. ها هذه هنا تهرسات، لا عيط لصق هنايا، ها هي خلعات من بلاصتها هنايا نورمالمون، دار ليها الكولر تلصق هنايا، شوف كيجيو هكا، شوف على ديكور كيفاش كيجي. بوغ لانسون نديرها هنايا، كتخدميها كتشارجا وقيلا بالضو حيت بان ليا هنايا هذا ديالها، وكديري هاد الحجيرات هادو وهي كيبقى يدور فيها الماء، فهمتوا ولا كيشعل فيها الضو. المهم عندها واحد، انا جبد ليماج ديالها، ها هو هو كيبان ليكم هنايا ليماج ديالها. شو كي كتجي الصراحه انا هذه بغيت نحطها في الكوزين، عرفتي ملي غادي تشعل الضو هنايا كاينين هاد العيبات ديالها هنا، وقيلا خاصها شي فيس هنايا. شوفي الكارطون ديالها واش فيها، هنا هذه هي الورقه ديالها هكا
كتعمر هنايا بالماء، هانتوما كتطلق ليكم الماء بالالوان، وهنايا كديروا فيها هاد الحجارات هنا. شو المهم هي كتبان ليكم هنايا، تيجي يصوبها بابا، كديها لبابا كيصوبها ليا. شد شدي هاك ديري هاد الورقه حطيها لي في الكوزينه حتى ينعس يانيس ويصوب. هنا 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 هذه الصراحه اللي كانت نافعين. نقول لكم واحد الحاجه، انا ما كنحملش المصلوح دويا، اي سيده كتكون شي حاجه كتكرهها، كاين اللي ما كتحملش عجن، كاين اللي ما كتحملش جفاف، انا المصلوح عطيني عجن طيب وما نديرش اختي المصلوح. دي فوا كنبس حوايج يمكن ماشي غير باش ما نصلحهمش. دونك قلت انا عاد جبدي الحديده عاد بقيت غادي ناخذ هذه نجربها من عند شيئين، وفعلا غادي نعطيكم لاخر ديالها، نعطيكم الريزلت ديالها ان شاء الله، نصور لكم بها شي فيديو كنحدد شي حاجه باش تشوفوه. ها هي كتبان لكم هنا، راه كيكون فيها الماء وكتخدم هنايا بالضو. شوفي كتطلقي هنا الماء وكتحدي هكا واقفه، كتعلقي قميجه وكتحدي هكا واقفه دغيا، حيدي عليهم داك الحديده ديال هكا. هذه كلشي كيشكرها الزينات ديالي. شوفوا المصلوح كي داير، فهمتوا؟ كديري هكا وكتحدي، كطلق هي داك البخار كتعمر هنا بالماء، ها هو البرودوي ديالها. لا ما فيهاش البرودوي، جو سي با، كتعمري هذا وكتخويه هنايا، ها هما دايرين لكم الغراف ديالها، وكتديري في الضو هكا وكتحدي هكا واقفه. مثلا قميجه اي حاجه علقيها ولا شي كسوه مزروبه بها كتحديها هكا واقفه الزينات ديالي. ياه كلشي سهلوها لينا اختي، انا ما بغيناش احنا اختي، راه فينا العدس، فينا العدس هكا الناس كتخدم الشو. ها هي هكا شو كي كتصلح الحوايج، كيكون القميجه هكاك واقفه وكدوزي كتصلحيها. المهم كبدات ديالي لي ريفيرونس ديال هادشي اللي خديت، راه كلشي كلشي خليته لكم في صندوق الوصف. هذيك هو يصوب عليا المزابي ان شاء الله، ونصورها لكم غدا حيت باغا نضرب واحد المسحه للكوزينه وداكشي، ونوريها لكم كيفاش غادي تجي ان شاء الله. المهم كبدات ديالي، الله يسهل عليكم، ما تنساونيش من الكومونتيرات الزوينه ديالكم، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم الا جات على خاطركم الكبدات ديالي، وشكرا لكم، كنموت عليكم الليانات كلهم في صندوق الوصف.